طبعا عايز اقطع كلامكم بس في حاجه. اتفضل. عشان انت قلت مش هنتكلم واحنا بناكل. انت اكتر واحد بتتكلم وانت بتاكل. انا الوحيد اللي ممكن اقول لك التكنيك بتاعك. أيوة. انك تتكلم وانت بتاكل من غير ما تتفتف. بالظبط. تركن. ايه ده؟ تركن. بجد؟ تركن. تركن. اه طبعا. تركن؟ اه. خد قطمتين واركن الاكل في حدك. أيوة. وطلع الاكل من الاكل على جنبه. ما يبقاش في حاجه في نص بقك عشان ما تتفتفش. اه يعني اكيد كمان يعني لو مش بيعمل برنامج الاكيل عنده بيعمل. لازم عنده سيستم. استنى انا عامل برنامج التفتيف. استنى بس مع استنى عشان كل قطمه اخدها استنى اندغ وبعدين ابلع وبعدين اقول رايي. مش كل الناس تقدر كده. ده كده الحلقه هتاخد ساعه ونص. بس مش كل الناس تعمل ده. طب انا عندي معلومه عايز اقول لك عليها عرفتها عنك. ان انت مش ممكن تطبخ الا لما تكون جعان. طبعا. على الهواء في التلفزيون. مين اللي بيديك المعلومه؟ بجد؟ شكل نبيل ده مدور عشان يعمل اكل بمزاج. اه ما هو اصلا لازم يكون جعان. وانا لما بعمل كده ما باكلش.